قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة، وذلك بموجب اختصاص المحكمة. خلال زيارته معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، أضاف خان أنه يجب عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أنه يتعين ألا تكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين. لا يمكن أن نغض النظر عن معاناة الأبرياء، ولا يمكن أن ننسى أن هناك خسارة، ونحن ليس في حالة يمكن للشخص أن يفعل أي شيء كما يود لتبرير هدف ما. تلك الغرفة التي قد عملت خلالها كان هدفنا فيها حماية حياة الأبرياء، وأيضا العلم بأن تطبيق القانون ليس أمر نظري فقط، هو أمر لابد أن يطبق. أن تلك الإجراءات التي قد عبر بها القانون، الحماية التي قد تحدث عنها القانون هي لكل الأشخاص، ليس